احنا عندنا مشكلة في الفترة دي ان احنا ما بنعرفش نفرغ او نخلق جيل اخر. احنا عندنا ديفوهات او عندنا جامعات كتيرة جدا فيها اعداد كبيرة جدا من بنات وولاد زي السكر، بس مش كلهم يصلحوا ان هم يكونوا اعلاميين. ايه الشكل اللي انت لو انت قاعد في لجنة تحكيم تطلع مذيعين ومذيعات، تختار مين يصلح انه يكون اعلامي شاطر؟ وانا مش ضد الاعلام، عايزه يبقى اسمح لي اقول مذيع فروت، عشان احنا مذيعين مش اعلاميين. بص، خلينا في الاعلام حاجتين. في راجل بتاع اعلام اللي هو مذيع اللي يكتب له فيقرا، خلاص المذيع مذيع بيكتب له احنا مذيعين. استني بس، اسمعين، انت مقدمه برنامج دلوقتي، تقدمي برنامج، بتاخدي رايي ورايي، هو انت هتكلمي حد كاتب لك؟ ما انت بتتكلمي معايا اهو، ايوه فانت بس بتديري مذيع، حوار. انت انا ايوه بسميه المذيع. ايوه انا مذيع وانت مذيعه، مكتوب في بطاقتي مذيع وانت مكتوب في بطاقتك مذيع، انا معاك. بس دلوقتي انت بتعملي بتديري حوار، ده اداره حوار، حاجه شويه اعلى من المذيع اللي بياخد النشره يقراها، اوكي يعني دي حاجه ودي تمام. حاجه. انا بقول انه تراكم الشغل، انت بالتاكيد اول ما بداتي ما كنتيش معروفه زي دلوقتي، لا نجوميتك دلوقتي متوهجه، لا ده صح، تراكم. ايوه صح. فانا بقول في عندنا في مصر صعوبه لصناعه النجوم، احنا عشان تصنع نجم عايزه سنين. في كل انت المجالات على فكرة، نعم في كل في كل المجالات انا المجالات. معاك، لكن انا بقول انه الاعلام المصري اللي موجود دلوقتي في فترة، ما اعرفش نسميها نتفق او نختلف، فترة تحولات كبرى. انا شايف فترة تحولات حتى من الملكية والاختيار والانتقاء وتقبل الجمهور، احنا فترة تحولات فعلا. 2011 وما قبلها من 7 و8 و5 لغاية 13، دي فترة اقدر الناس العلماء اللي بيبحثوا لها قاسم مشترك، والفترة بتاعة 13 ل 14 قاسم مشترك تاني بيجمعهم جامع، وبعدين الفترة اللي بعد كده فترة الفوضى بدأنا نواجه الفوضى باحتواء وعملية لا ألحق بقى أنظم، فأنا أنظم همسك كل حاجة قدام عشان أظبط الدنيا، يعني أنا بتكلم سياق عام برضو. ده بيأثر على القائمين على المهنة طبعا بيأثر. طب والكليات اللي أنت حضرتك قلت عليها بتفرغ لنا ناس مش مؤهلين بالشكل الكافي؟ في ناس شاطرة، يعني أنا بروح كليات الإعلام أو فينهم؟ الأقسام في ناس شاطرة. فينهم؟ لا في صدقيني فينهم؟ ما خدوش فرصتهم، ايوه، ما هو ده ما اللي خدوش عايزاك ترد فرصتهم، عليا فيه. انا ما خدوش النهارده في فرصتهم. ناس شاطره، ليه مش واخدين فرصتهم؟ ده خليني اقول لك واحنا عندنا سوق قنوات كتيره ايوه جدا ايوه يعني احنا وبرامج مثلا، كتير انا جدا. لا انا بعترف اني غلطان، انا مثلا المفروض لما اروح اشوف في كليه الاعلام حد عامل مشروع عظيم جدا سواء في الصحافه او في التلفزيون وينفع يبقى مشروع، لو انت اشتغلت عليه وتاخدوا شويه، ريبورتر لو انت واحنا اشتغلت عليه نجيب شويه شغل صغيرين ريبورترز. هيطلع منه نجم، واحنا مع زحمه الحياه بنكسل او نوع من الانانيه الوظيفيه. لا انا عايزه اقول لحضرتك، يعني انا شايف ان برضه عندنا قدر هل من الانانيه. حضرتك شايف ان احنا عندنا صناعه ولا الصناعه اختفت؟ لا طبعا عندنا صناعه عندنا وبترجع صناعه. بترجع دلوقتي. يعني انا احنا عندنا صناعه دراما الحمد لله، بصي عندنا، الدراما حلوه جدا، ما الافلام بقت حلوه جدا. احنا دايما القوى الناعمه بنتكلم عنها وبنقول ان القوى الناعمه المصريه واختفت وراحت. امبارح حتى كان عندي حلقه جايب مجموعه من ضيوف كبار بنتكلم على القوى الناعمه ازاي، فقعدنا اختلفنا الاول تعريف القوى الناعمه ايه؟ اتغير. يعني طب مصر قوتها الناعمه، لا ده المفروض يبقى فيه عندنا كذا وكذا وكذا، الدراما والغناء والشعر والموسيقى وغيره، وكمان الاختراعات ما هي القوى الناعمه، اختراعات والازهر طبعا قوه ناعمه، والناس طبعا. اللي واحنا في الاعلام قوه ناعمه. يعني القوى الناعمه ايه؟ خلاصتها باختصار عشان قال لك التاثير، القدره على التاثير في الاخر. انا باثر قد ايه في الاخر دلوقتي؟ مش عايز اجابه، كل واحد فينا عارف. لكن احنا بنتكلم على الوسط الاعلامي بتاعنا وصناعة النجوم والإتاحة بتكافؤ فرص، أنا معاك إن دي محتاجة إعادة نظر، ومعاك إن إحنا محتاجين كمؤسسات إعلامية، أنا في المجلس على تنظيم الإعلام أو الهيئتين الهيئة الوطنية، بالظبط. أنا بقول إنه لا إحنا قدامنا شوط، قدامنا مشوار، قدامنا يعني عشان أحسس المذيع أو المذيعة أو الإعلامي إنه ما يخافش من بكرة، يكون عندي نقابة قوية مثلا، انا بضرب مثلا، مثلا يكون عندي معاش عشان ما ابقاش صح، يعني. كل الحاجات دي انا بقول احنا في فتره التحولات، فتره اعاده الصياغه. لكن انت واثق ان احنا ممكن هنمسكها في لا يوم من ده الايام؟ يعني لازم هنعمل كده. هنمسكها لا انا متفائل، انا وانا مش متاكد. متفائل لا انا واثق تماما، لانه انا الاوان انه اصل الاعلام زمان كان ترفيه او اخبار الناس او اعلام الناس، بعرف الناس صح؟ صح جرايد اعرف الخبر اعرف
الاعلام دلوقتي مش اصبح، احنا اكتشفنا انه احد الاسلحه المهمه جدا اللي ربما الاسلحه الخشنه بتاعت القوات المسلحه محتاجه اسلحه موازيه اللي هي السلاح الناعم اللي اهم حاجه في الاعلام، واحنا شفنا بالاعلام تسقط دول، نعم بالاعلام تبني دول.